مرحبا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم سوف نتحدث عن الألوان. هيا بنا نتعرف على الألوان. اللون الأحمر، أحمر. اللون البني، بني. اللون الأصفر، أصفر. اللون البنفسجي، البنفسجي. هذه صديقتي لولو. سوف أسأل لولو، هل تعرف الألوان؟ لولو، هل تعرفين الألوان؟ مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ أهلا لولو، سوف نتعرف على الألوان وسأقوم باختبار صغير لك. سأرى إن كنت تعرفين الألوان. الألوان: أين الأحمر؟ أين الأحمر يا لولو؟ يا لولو. هذا هو الأحمر أصدقائي. أحسنتِ لولو، هذا هو الأحمر، هذا هو الأحمر. ي ي ي ي ي ي. أين البنفسجي؟ أين البنفسجي؟ أين البنفسجي يا لولو؟ يا لولو. أين البنفسجي أصدقائي؟ هذا هو. أحسنتِ لولو، هذا هو البنفسجي، هذا هو البنفسجي. ي ي ي ي ي ي. أين الأصفر يا لولو؟ أين أصفر أصدقائي؟ أين الأصفر؟ أين الأصفر يا لولو؟ يا لولو. هذا هو الأصفر. أحسنتِ لولو، هذا هو الأصفر، هذا هو الأصفر. ي ي ي ي ي ي. أين البني؟ أين البني؟ أين البني يا لولو؟ يا لولو. هذا هو البني. أحسنتِ لولو، هذا هو البني، هذا هو البني. ي ي ي ي ي ي. أحسنتِ لولو. اليوم أصدقائي تعرفنا على مجموعة من الألوان: اللون البنفسجي، اللون الأحمر، اللون الأصفر، واللون البني. في الفيديو القادم سوف نتعرف على مجموعة أخرى من الألوان. الآن سأقول لكم مني ومن لولو وداعا. وداعا أصدقائي. وداعا.